غزة. أرحب بكم جميعا في الملتقى الشبابي الأول الموسوم بعنوان الشباب صناع التغيير. في وزارة الحكم المحلي وبالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والثقافة واتحاد رؤساء البلديات على مستوى محافظات قطاع غزة 25 شكلنا المجالس الشبابية في كافة البلديات المنتشرة على مستوى الوطن الحبيب، ويعتبر هذا الحدث يعني حدث ديمقراطي، حدث عالمي بفضل الله عز وجل بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب. المجالس الشبابية هي تشكلت عن طريق وزارة الحكم المحلي والهيئة العامة للشباب والثقافة بحيث أنها تكون يعني بينها وبين البلديات علاقة تكاملية وتشارك، تكون صوت الشباب في المنطقة أمام الهيئات الرسمية وتوصل صوت الشباب أيضا كمان للبلديات بحيث أنه تشارك في المشاريع وتشارك في اقتراحات المشاريع وتوصيل المشاكل اللي بتمر فيها المنطقة للبلديات ولوزارة الحكم المحلي. اليوم جايين على المؤتمر عشان نحكي عن دور الشباب وأهميته في تطوير النظرة المدنية والمجتمعية كافة وتحقيق سبل التعاون مع جميع البلديات عشان نحقق مستقبل آمن وأفضل لشبابنا.